مرحبا عمي عصام. اهلا يا عمي ابو صافي. ايش اللي دقني يرضى عليك؟ ايه تكرم عينك، الشرف فات عنك، الشرف عوض. شو وينه السيد الوالد؟ والله السيد الوالد مشلوش مع بدر. خير شو بو ابو بدر؟ ليش ما ادري؟ لا والله ما ادري. هذا امبارح راكبه عفريت بيرمي يمين الطلاق بثلاثه على حرمته. حول ولا قوة إلا بالله. لا هالمشكلة الله يعينك يا أبو بدر. إيه وهلا ناطرينه للشيخ الفكري لحتى يفتي له إياها، يعني يشوف إذا بيقدر يرجعها ولا لا. سيدي إيه يفرجها الله. بس أماني أماني عمي أبو ظافر، لا تجيب سيرة لحدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين سيد غسان، شلونك؟ عافية كيفك؟ بس من بعد إذنك إذا بدني على بيت أبو ظافر. بيت أبو ظافر؟ إيه هاي عمي أبو ظافر بشحمه ولحمه قدامك. مرحبا يا عم.